السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب تالتة ثانوي، أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن بقية الريفيجن أو حل المسائل على chapter 1 lesson 1. شوية أفكار كده عن الريزيستنسز، حتى العنوان اللي أنا كاتبه how to compare أو to compare between two resistances of two conductors. أنت عندك سلكين مثلا، تمام؟ إزاي to compare أو how to compare between them. وعندك في الكتاب جايب لك الرولز دي، وانت طبعا اول ما تشوف الرولز دي ممكن تصاب بالاحباط وتتضايق وتتخنق وتقول دي حاجات صعبه، فبالتالي ممكن تتعقد وتقفل الماده وتقول لك ايه، وتقول لي انا هحاول ادبي او يعني وات ايفر، ممكن تتعقد وما تعرفش تذاكر. انا هقول لك الرولز دي كلها انا مش محتاجها. ليه؟ انا كاتبها قصد علشان اشطب عليها. طيب امال هحل البروبلمز دي عن طريق انهي رول؟ تعال نشوف يعني ايه هاو تو كومبير بتوين تو ريزيستنسز. يعني مثلا سيبك من الريزيستنسز خالص، لو انت عندك باب طويل اهو وشباك، لو عايز اقول لك هاو تو كومبير بتوين ذير لينثز، ازاي تقارن ما بين اطوالهم؟ مثلا لو ده طول، لو الباب ده مثلا اطول من الشباك 8 مرات، ممكن تقول لي اللينث بتاع الدور بالنسبه لللينث بتاع الويندو مثلا ايه؟ انت بتقول لي الباب اطول من الشباك 8 مرات، يبقى مثلا ايه؟ يبقى 8 اوفر 1. يبقى انت في الكومباريزن انت بتجيب ريشيو، بتجيب ايه؟ ريشيو. فهنا لما بيقول لي هاو تو كومبير بتوين تو ريزيستنسز، فانا عايز الريشيو ما بين الريزيستنسز. طيب او ممكن هو يديني جيفن ريزيستنس وريزيستنس تاني انون ويديني جيفن تاني. طب الكلام ده هيتم ازاي؟ يعني الرولز دي مش هحفظها؟ لا مش هحفظها. طب هعرف هي جت ازاي؟ او انا في الاخر يعني هشتغل بيها، بس انا اللي هجيبها بنفسي. طيب ايه الرول الاصلي اصلا انا شغال عليه؟ الرول بتاع الريزيستنس اللي هو في ريزيستيفيتي اللي هو ار equal رو اي ال اوفر اي، ده الرول الاصلي اللي انا جبت منه الرولز دي. وطبعا الرول الثاني اللي انا كنت قايله في الفيديو اللي فات، طبعا تابع الفيديوهات اللي فاتت يا ريت، اللي هو بيجيب العلاقه ما بين الدنسيتي والماس والفوليوم. طيب حتى انت لو حفظت الرولز دي ممكن تتلخبط، يعني انهي رول ممكن تشتغل بيه؟ فانت افضل ما تحفظش الرولز دي. هما دول الرولز الاساسيه اللي تشتغل بيهم، وتشوف الجيفن اللي عندك في البروبلم وبناء عليها هتقدر تشتغل. طيب تعالى اما نشوف يعني دلوقتي هحل ازاي. هشوف الجيفن واحده واحده. هنا بيقول لي a wire of length 30 متر، يعني تخيل كده انت عندك سلك واير الطول بتاعه، ممكن نسمي الواير ده مثلا واير 1 سلك واحد، فاللينث بتاعه يعني ال1 بكام؟ ب 30 متر. اتس كروس سكشن اريا اللي هو الايه يعني بكام؟ 0.5 سنتيمتر باور 2. يبقى A1 ب اللي هي الكروس سكشن اريا دي ب 0.5 سنتيمتر باور 2. طيب هنا هتقول لي انا لازم اعمل ايه؟ هحول من سنتيمتر باور 2 متر باور 2؟ هقول لك مفيش مشكله، هتعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 4، يبقى كده الاجابه بتقول ايه؟ بالمتر باور 2. بس في حاله الكومباريزن مش هتفرق معايا، وهقول لك ازاي وانا بحل. فماشي خليها كده بالمتر باور. بعد كده بيقول لي ايه؟ اند اتس ريزيستنس، يعني الريزيستنس بتاع السلك ده اللي هو اللي انت سميته ار 1 او واي 1 بكام؟ ب 20. يبقى ار 1 بكام؟ ب 20 اوم. What is the resistance of another wire made of the same material؟ طالما بص بقى، كلمة made of the same material دي ليها معنى مهم جدا. يعني ايه؟ لو انت عندك سلكين هما الاثنين من نفس المادة، يعني wire 1 و wire 2 او A و B، انت مش شرط يعني تسميهم 1 و 2. طالما ان هما الاثنين من نفس المادة، يبقى الريزستيفيتي بتاع اللي هي رو اي بتاعت الاولاني بتساوي الرو اي بتاع التاني.
يعني انت في حاله الكومباريزن بتشتغل مع بعض. والدينستي برضه كذلك، والدينستي بتاعت السلك ده بتساوي الدينستي بتاعت السلك ده عشان هما الاثنين من نفس الماده. يبقى كلمه اوف ذا سيم ماتيريال تبقى عارف ايه؟ تبقى عارف ان هو يقصد ان الريزستيفيتي بتاع الاثنين والدينستي بتاعت الاثنين ايكوال. طيب بيقول لك سلك تاني من نفس الماده اتس لينث، يبقى ايه ال يعني السلك التاني بقى تسميه 2 مثلا، يبقى ال 2 ب 10 متر. اند اتس كروس سكشن اريا 0.3، يبقى الاريا بتاعته ايه 2 ب 0.3 سنتيمتر برضو. عايز تحول متر برضو، يعني انت مستين باور نيجاتيف 4 متر باور. تمام، احنا هنثبت التحولات اللي انت تحول عليها، بس انا في حاله الكومباريسون هقول لك انت ليه ممكن ما تحولش. طيب دلوقتي انت هتشتغل ازاي؟ والله انا هنا جايب لينث وجايب اريا، تمام، وجايب ايه ومعايا، وانا عايز الريزستنس بتاع السلك التاني مش ايه لما دي مطلوبه مني، هقول لي وات از ذا ريزستنس اوف انذر واير. طيب هو اصلا القانون اللي انا لسه ماسكه كان بيقول لي ار ايكوال رو اي ال اوفر اي، ماشي. طيب في حاله الكومباريزون بقى، او في حاله لما انا اجيب لك سلكين، انت ممكن تعمل ايه؟ تعمل ار1 اوفر ار2 ايكوالز، وتكتب بقى ايه بقيه الجيفن. طب هو مثلا ار1 ايكوال الكلام ده رو اي1 ال1 اي1، وار2 ايكوال رو اي2 ال2 اي2. طيب في ار1 هتعمل كل الكلام ده اوفر ار2 اوفر ايه اوفر كل الكلام ده. تعالى نعملها كده خطوه خطوه عشان الحته دي ماثيماتيكالي بتلخبط الناس. هنعرف ازاي لما يبقى عندك تو فراكشنز تعملهم ديفايد بعض ازاي تحلها. وانا قلت قبل كده ان في فيديو انا عامله اسمه ماثيماتكس فور فيزيكس او ماثيماتيكال بيزكس فور فيزيكس، عندك في القناه واحط اللينك بتاعه ان شاء الله تحت، او لو انا نسيت حط لي كده كومنت واحط لك اللينك بتاعه. ده في ماثيماتيكال بيزكس مهم جدا. طيب ار1 اللي هي ايه؟ كل الكلام ده اللي هي ايه؟ رو اي1 ال1 اوفر اي1 ديفايد بقى كل الكلام ده اللي هو ايه؟ رو اي2 ال2 اوفر اي2. عندك تو فراكشنز ديفايد باي، هي قاعده واحده بتاخدها اللي هي ايه؟ كيب مالتبلاي فلي، كيب مين؟ كيب اللي فوق زي ما هو، يبقى اللي فوق ده تخليه زي ما هو، مالتبلاي فليب، فليب اللي تحت يعني فليب بقلب، بقلب اللي تحت، يبقى ايه؟ A2 تقلبه، يعني تخلي ايه؟ تقلبه الطبقه طبعا فوق وتقلبه، ودول تخليهم ايه؟ بدل ما هما فوق تخليهم ايه؟ تحت، تقلب ده. وهكذا كده قال لك ايه؟ قال لك ان هما الاثنين من نفس الماتيريال، يعني ايه؟ يعني ريزستيفيتي ايكوال فيروحوا مع بعض. فايه اللي انت هتستنتجه؟ هتستنتج ان ايه؟ ال1 A2 اوفر ايه؟ اوفر A1 L2. يبقى ده الرول اللي انت ايه؟ استنتجته. اللي انا لسه اصلا ماسح عليها اللي هو ده. بس طبعا انا ايه؟ انا كده كده سوري دي رولي. انا كده كده طالما هم نفس الماده فانا اشتغلت على الاثنين دول. فانا ممكن اكتب الكلام ده ايه على شكل، او ممكن نكتبه بشكل ايه اصغر، يبقى r1 over r2 equal ايه؟ l1 a2 ديفايد l2 a1. بس ماشي، ده بقى اللي هتشتغل. انت معاك كل اللي ايه؟ يعني انت معاك كل الجبن اللي شغاله. طيب نيجي للنقطة بتاع هو أنا ليه ممكن هنا ما أحولش من سنتيمتر باور 2 متر باور 2؟ بمنتهى البساطة، أنت هنا مثلا الـ A2 بكام؟ بـ 0.3، والـ A1 بكام؟ بـ 0.5. لو أنت هنا حولت، يعني هتحول تقدر تمستين باور نيجاتيف 4 فوق، وهنا تحت تمستين باور نيجاتيف 4، هو كده كده ريشيو هما الاتنين ديفايد بعض، فالـ 10 باور نيجاتيف 4 هتروح مع الـ 10 باور نيجاتيف 4، فهنا مش لازم تحول. في حاله الكومباريزون بس مش لازم تحدد. لكن انت طبيعي يبقى ايه؟ حطها برده عشان ما تتلخبطش، ممكن في مسائل ثانيه تقول هحاول ولا ما احاولش، لا انت كده كده حاول وهم هيطيروا مع بعض. طيب. تعالى بقى ايه؟ تعالى نعوض. ار1 بكام؟ ب 20، تعالى بقى ايه؟ ار1 ب 20. ديفايد ار2 انت عايزها اصلا.
دي ار تي. ال 1 بكام؟ ال 1 ب 30. اي 2 بكام؟ اي 2 اهي ب 0.3، يعني الجنطه مستنيه ونيجاتيف 4 زي ما احنا قلنا برضه، يبقى نثبتها حول عشان هي ما تطلعش. وال 2 بكام؟ ال 2 ب 10. و اي 1 اهي ب 0.5 تايمز 10 باور نيجاتيف. نبسط دي هتروح معايا زي ما قلنا، نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى هتلاقي في الاخر ار 2 ايكوالز 10 في نص بكام؟ ب 5 في 20، 5 في 20 ديفايد الكلام ده ديفايد 30 في 0.3، تعمل الكلام ده كده على الكالكوليتر، يبقى 5 في 20 على 30 في 0.3، كل الكلام ده ايكوال كام؟ هيديك في الاخر 11.11 ايكوال 11.11 اوم. انا طولت في الشرح بس انا عايزك تفهم، يبقى ما نتوترش يا شباب، ما نتوترش لما نلاقي رولز مكتوبه كتير، لا الرولز دي كلها ليها اصل. ايه اصلها؟ الرول ايه؟ الاصل بتاعي. تمام. طيب هناخد بروبلم ثانيه بقى فيها الماس اللي هو ممكن نستخدم فيه الرول ده. طب هو الرول ده جاي منين؟ اللي هو في ار سمول باور ار 2 مثلا باور 2 وار سمول مثلا سوري دي هتبقى ايه؟ ار 1 ار 1 حتى انا كتبته مش مهتم عشان كده كده همسحه، بس ده موجود عندك. تمام. يبقى ار 2 باور 2 وار 1 باور 2 جه منين؟ جه من دي. يعني هي احنا ممكن ما حدش مثال عليها، بس لو جالك مثال عليها تبقى عارف هي جت منين. اللي هي الايه؟ اصلا الكروس سكشن اريا ايكوال ايه؟ باي ار سكوير، على اساس ان انت هنا بتتكلم على كروس سكشن اريا اللي هو بتاع السلندر. تمام؟ او سوري بتاع السيركل. انت هنا عندك الاريا دي بتاع ايه؟ بتاع السيركل، فالاريا بتاعتي هي باي ار سكوير. فهنا طبعا لو هنا في باي وهنا في باي، الباي راحت مع الباي فتبقى عندي ايه؟ ار 2 باور 2 ار 1 باور. تمام؟ طيب ناخد بقى بروبلم ثانيه. طيب بالنسبه للبروبلم دي هنا هنستخدم الماس ازاي؟ تعالى هنشوف رول زي ما قلت لكم ما نحفظش. انا هفهم عن طريق الجيفن، الجيفن اللي موجود عندي في البروبلم هفصصها كده واقدر انا احدد الرول اللي هشتغل بيه. فانا مش عايزك تعقد نفسك، الموضوع بسيط جدا والمسائل بتيجي سهل، يعني هي مسائل مش اقصد بتيجي سهله، لكن ممكن تكون المساله فيها فكره، بس هي فكره بسيطه. انت ان شاء الله لو فكرت تقدر تجاوب. طب هنا بيقول لي ايه بقى؟ تو كابر وايرز، يعني انت ممكن ايه ترسمها حتى كده عشان تخيل سلكين اهو. ماشي؟ سلكين. واحد اسمه 1 واحد اسمه ايه؟ 2. سلك 1 وسلك 2. The length of one of them is 10 سنتيمتر، يبقى ال1 يساوي كام؟ 10 سنتيمتر. من سنتيمتر تتحول متر؟ اه، عادي. ما احنا قلنا بقى نوحد التحويلات، يبقى انت برمج نفسك ان انت بتحول. هتقول لي في الكومباريزون كده كده بيطيروا مع بعض، حول برضه عشان ايه؟ ما تتلخبطش في المسائل الثانيه. من سنتيمتر لمتر بتعمل ايه؟ 5 باور نيجاتيف 2 يبقى ايه متر؟ ده اللينس بتاع الاولاني. اند اتس ماس، نديك الماس بتاعته ب 0.1 كيلو جرام. بعد كده بيقول لي اند ذا لينس اوف ذا اذر، اللينس بتاع الثاني ده اللينس بتاعه ب 40 سنتي، طبعا حول على طول متر، 5 باور نيجاتيف 2 متر. And its mass بزيرو الام بتاعته 0.2 كيلو جرام. Compare between the resistances of each of them. هنا طبعا كومبير زي ما انا قلت لكم في الاكزامبل بتاع الباب ده، يعني مثلا عايز تقول طول الباب بالنسبه للشباك او طول الشباك بالنسبه للباب ريشيو. تمام؟ فهنا compare between the resistances of each of them، يعني هو عايز ايه؟ عايز R1 to R2. عملت ار 2 ار 1 مش هتفرق، يعني ايه؟ فانت الحاجه اللي انت ايه؟ انت بادئ ازاي؟ هتعمل مثلا ار 1 ار 2 هتطلع لك النسبه، يعني مثلا عندك الشباك قد الباب قد الشباك مثلا خمس مرات يبقى 5 تو 1. عايز تقول نسبه الشباك او طول الشباك بالنسبه للباب يبقى 1 تو 5 هتبقى هي إيه؟ فانت سواء عملت ار 1 اوفر ار 2 او ار 2 اوفر ار 1 هتبقى صح في كلتا الحالتين. طيب انا بس انا ايه؟ هشتغل بانهي حاجه؟ هشتغل بانهي رول؟ انا قلت لكم كده كده بشتغل الرول الاصلي بتاعي بيقول لي ايه؟ ار ايكوال رو اي ال اوفر اي. طيب تعالى كده نشوف الجيفن اللي عندي، مديني لينث مش مديني اريا، فانا لازم اتخلص من الاريا دي. طب
طب هتتخلص منها ازاي يعني؟ او عايز احافظ على الليمف. فاكرين لما كنت بقول لك بعمل هنا مالتيبلاي ان وهنا مالتيبلاي ان؟ اه اللي مالتيبلاي ان بكام؟ اللي برضه ايه مالتيبلاي ان؟ كان بيديني اللي هو ايه؟ فاكرين الفوليوم؟ فاكرين الناس اللي لو انت اول ما تشوف الفيديو ده شوف الفيديو اللي قبل ده او انت تفتح البلاي ليست هتلاقي الترتيب بتاعه قبل ده هتفهم انا بقول ايه. ايه مالتيبلاي ان اللي هو مين؟ هو الفوليوم. ماشي حلو قوي الكلام ده. طيب وانا كنت قلت لكم ان انا عندي في رول بيقول لي دينستي ايكوال ماس اوفر فوليوم، فانا ممكن اشيل الفوليوم طبعا واحط مكانها ايه؟ يعني انت لو عايز الفوليوم هنا لوحدها تعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى فوليوم ايكوال ايه؟ ماس اوفر الدينستي، عشان انت هنا عندك ماس. طيب فانت هنا لو هتشيل الفوليوم هتحط ماس اوفر دينستي يبقى ماس اوفر الدينستي. طبعا هنا ايه؟ عندك حاجه دلوقتي فراكشن فبتعمل ايه؟ كيف مكتوبه في الكيب اللي فوق تايمز تقلب بقى ايه؟ تقلب الفراكشن ده. فتبقى بالشكل ده يبقى رو اي ال باور 2 اوفر او ممكن تايمز تقلب يبقى اللي تحت يبقى فوق اللي فوق يبقى تحت اوفر. او انت ممكن تسهلها لنفسك ديفايد تايمز، يعني ايه؟ دي حاجه بالديفايد تحت الديفايد يبقى ايه؟ بالتايمز، يبقى الرو دي تطلع ايه؟ لفوق، والرو دي تطلع ايه؟ لفوق بالمالتيبلاي. تمام؟ او زي ما انا قلت لك كيب مالتيبلاي فيه، كيب اللي فوق تحط مالتيبلاي وتقلب بدل ايه؟ ام اوفر رو يبقى ايه؟ رو اوفر. طيب يبقى ده الشكل اللي انا ايه؟ اشتغل عليه. يبقى ده الشكل اللي انا اشتغل عليه. اللي هو الار يساوي رو اي ال باور 2 مالتيبلاي الدنسيتي اوفر ايه. هتقولي طب في حاجات مش موجوده في الجيفن اللي هو الرو اي اللي هي الريزستيفيتي والرو اللي هي الدنسيتي. طب ما هما كده كده الاثنين هو بيقول لك تو كبر وايرز، يعني ايه؟ من نفس الماده سيم ماتيريال. وانا لسه قايل لك في الاكزامبل اللي قبل كده ما دام من نفس الماده يبقى الاثنين رو واحد. سلكين من نفس الماده الرو اي بتاع ده هي الرو اي بتاع ده فيطيروا مع بعض، والدنسيتي بتاع ده هي الدنسيتي بتاع ده برضه هيطيروا مع بعض. طب تعالى بقى ايه نعملها مثلا لو ده ار 1 يبقى كل ده 1 ار 2 يبقى ايه كل ده 2 ار 2 ام 2 هتعمل ايه؟ هتعمل كل الفاليو دي ديفايد الفاليو دي يبقى رو اي 1 ال 1 باور 2 رو 1 ديفايد ام. طبعا ديفايد الكلام ده كله قلت لك انا كده كده عملناه في البروبلم اللي فاتت مش شرط اعملها يعني. لو انت عندك فراكشن ديفايد فراكشن بتعمل ايه؟ الفراكشن اللي فوق قلت لك ايه؟ كيب مالتبلاي فليب، كيب مالتبلاي فليب، كيب اللي فوق زي ما هو يعني عليك مالتبلاي فليب اللي تحت انت هتحطه تحت ايه؟ صح؟ تحت كده بقى يبقى ام 2 ديفايد رو اي 2 ال 2 باور 2 رو 2 كده كده طالما من نفس الماده يبقى في حاجات هتطير، دي هتطير مع دي ودي هتطير ايه مع دي، عشان هو قال لك ايه؟ تو كبر وايز يبقى نفس الماده. يبقى ده اللي انت هتشتغل بيه يبقى ار 1 اوفر ار 2 ايكوال حاجات بقى اللي نزلت عندي ال 1 باور 2 ام 2 اوفر ام 1 ال 2 باور. طب ده اللي موجود اوريدي عندي في الجيفن مديني الناس والناس خلاص. وانت بتقول لي كومبير بتوين ذا ريزيستنس اوف ايتش اوف ذيم، يعني عايز ار 1 اوفر ار 2. والله ال 1 بكام؟ ال 1 ب 10 تمام 10 في 10 باور نيجاتيف 2 تمام تايمز الماس بتاعته كام؟ ده سوري دي ام 2 بستخدم الماس بتاع الثاني 0.2 ديفايد ام 1 ب 0.1 تايمز ال 2. انا بس هنا اتلخبطت في حاجه هتبقى ايه؟ اول باور 2 اول باور ال 2 بكام؟ ال 2 يا شباب ب 40 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول باور. طيب تعالى نعمل الكلام ده على الكالكوليتر. تفتح براكت 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تقفل البراكت باور 2 تايمز 0.2 ديفايد 0.1 تايمز تفتح براكت 40
تايمز 10 باور نيجاتيف 2 وأول باور 2 دي كام؟ دي كل الكلام ده ديك على الكالكوليتر 128 يبقى 1 اوفر ار2 ايكوال ايه؟ 1 اوفر 8 او 128 يبقى دي دي بالنسبه لدي او ار1 بالنسبه لار2 8 او ار2 قد ار1 8 مرات دي حته اللي هي كومبير. طيب هنخش على جزئيه ثانيه اللي هي ستريتشنج الواير. لما انت بتعمل ستريتشنج لاي واير ايه اللي بيحصل له؟ اكن معاك حته صلصال اللينث بتاعه بيزيد لكن الكروس سكشن اريا بتاعته بتصغر، اكنه عارف انت لما تجيب حته صلصال اللي هيحصل له هيطول بس تحس ان هو ايه؟ رفع معاك. رفع يعني ايه؟ الكروس سكشن اريا بتاعته قلت. فده لازم تبقى عارفه وكيب ان مايند اللي انت لما بتعمل ستريتشنج اي واير اللينث بيزيد والاريا بتقل. طب لو اللينث مثلا زاد للدبل الاريا هتقل للهاف. لو اللينث زادت ثلاث مرات الاريا هتقل ثلاث مرات او هتقل للتلت هتبقى 1 اوفر 3 يعني. تمام؟ ناخد بروبلم عليها. طيب بالنسبه للبروبلم دي بنتكلم عن نفس البوينت اللي انا لسه قايل عليها. اللي انت لما تعمل ستريتشنج لاي واير اللينث بيزيد والكروس سكشن الاريا بتقل. لكن الفوليوم كونستانت. بقى في نقطة مهمة قوي بيقول لي هنا واير از ستريتش، ايه اللي بيحصل؟ its length increase its cross section area decrease while the volume is constant. يبقى ده بيبقى constant ثابت. يعني ايه؟ يعني انت عندك سلك اهو قدامك لما انت بتفرده الطول هيزيد والكروس سكشن اريا المفروض طبعا ارفعه شويه كروس سكشن اريا هتقل لكن الفوليوم بتاعتك او ممكن تقول عليه فوليوم 1 بيساوي الفوليوم بتاع ده ما خلاص اتحول ايه؟ اتحول لسلك تاني. طيب انا بقى هنا عايز اعمل علاقه ما بين اللينث والاريا عشان احتاجها دلوقتي. هو الفوليوم ده احنا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن الكروس سكشن او عباره عن الملتبليكيشن ما بين الاريا واللينث صح؟ يبقى فوليوم 1 ايكوال ايه 1 ال 1 وفوليوم 2 ايكوال ايه؟ ايه 2 تايمز ال 2. طيب لو انا مثلا هعمل كومباريزون هعمل مثلا ال1 اوفر ال2 يعني ال1 وال2 هتيجي الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايد يعني حاجه بمنطقه طبعا بتعدي بالديفايد هتساوي ايه؟ ايه 2 فوق زي ما هي دي دي هتعدي الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايد. الرول ده بقى مهم جدا او العلاقه دي مهمه جدا احتاجها في البروبلم بتاعت دلوقتي. ازاي؟ بيقول لي هنا a wire of resistance 5 ohm يعني ريزيستنس هنا طبعا طالما سلك انا هشده او اعمله ستريتشنج فانا كده يعني قبل الشد كان سلك معين ممكن نسميه 1 مثلا وبعد الشد يتحول لايه؟ لسلك تاني طبعا الريزيستنس هتتغير فممكن اعتبره ار 1 بكام ب 5 ohm is stretched to its length increase to double يعني ايه its length increase to double؟ يعني هو الاول مثلا كان ال بعد كده زاد بقى ايه؟ الدبل بقى 2 ال تمام؟ او ممكن لو انت عايز تسمي ده ال 1 مثلا وده ال 2 يبقى اللينس زاد للدبل يبقى ال 2 بتساوي 2 ال 1 يعني ده قد ده مرتين يعني ممكن تقول ال 2 ايكوال ايه؟ 2 ال 1 دي اسهل لك تمام؟ ده اسمه ال 2 وفي نفس الوقت ده دبل الاولاني ماشي. كالكوليت ذا واير ريزيستنس يبقى انا عايز ايه؟ افتر ستريتشنج انا عايز عندها مثلا ار 1 كان بخمسه بعد ما شديته ار 2 ده بقي بكام؟ انا كده عايز علاقه ما بين الريزيستنس واللينث تمام؟ طيب والله انا القانون الاصلي بتاعي اهو ار ايكوال رو اي ال اوفر اي. طيب لو انا هعمل ار 1 اوفر ار 2 خلاص بقى احنا اتعودنا يبقى مثلا ده ار 1 وار 2 مثلا بيساوي ايه؟ رو اي 1 سوري رو اي 2 ال 2 اي 2 هتعمل ده ديفايد ده يبقى رو اي طبعا على طول خلاص دي هتروح ما عندهاش نفس الماده خلاص مش هكتبها بقى تاني هتبقى ايه؟ ال 1 اوفر اي 1 طبعا ايه كلمه انطباق تلك بقلب ده يبقى ايه؟ اي 2 اوفر ايه؟ ال 2 دي العلاقه بتاعتي اهي. ار 1 اوفر ار 2 ايكوال ال 1 ممكن بقى عشان هي تخليها اسهل تخلي دي هنا كده ال 2 دي 1
خلي دي هنا ايه؟ ما عملتش حاجة بس ايه؟ غيرت الترتيب بتاعها. يبقى R1 over R2 equal L1 L1 A2 over L2 A2. سوري معلش أنا آسف. احنا قلنا A1 دي. A1. أنا كنت كاتبها A1. حتى ممكن تراجع فيها تلاقي A1. المهم. طيب ما أنت هنا لسه قايل لي اللي أنا ما هو مش مديك L أنا عايز اللينث. طب ما أنا L1 over L2 equal A2 over A1. أو ممكن العكس تقول لي إن A2 over A1 equal A L1 over L2. أنا ممكن أشيل الـ A2 over A1 دول. تمام؟ يعني ممكن تعمل كده. ما هي تشيلهم وتحط مكانهم إيه؟ L1 over L2. يبقى تشيل دول كده وتحط مكان دي ودي L1 over إيه؟ L2. هادي. طيب يبقى R1 over R2 equal L1 multiply L2 يبقى إيه؟ L1 power 2. L2 multiply L2 يبقى إيه؟ L2 power 2. بس. خلاص كده ده كده أنت حليت المثال. R1 بكام؟ بخمسة. R2 انت عايزه بعد ما الستريتشنج L1 باور 2. ما انت هنا ايه؟ انت في هنا ملحوظه انا كاتبها ان ده مثلا سميه L1 ده سميته L2 ويساوي ايه؟ 2 L1. ماشي. طيب فانت ممكن تعمل ايه بقى؟ ممكن تخلي L1 باور 2 ده تنزله زي ما هو. انت قلت لي L2 بيساوي دبل L1 او 2 L1. يبقى تعمل ايه؟ 2L1 all power 2. طيب 2 power 2 بكام؟ ب 4. ممكن تبقى ايه؟ 2 power 2 يبقى 4. والباور 2 تنزل ايه؟ على ال L1. تمام؟ L1 باور 2 L1 باور 2 هيروحوا مع بعض. هنا بقى 4 تعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى R2 تساوي 4 في 5 بكام؟ 4 في 5 بتساوي 20 اوم بمنتهى البساطه. يبقى انا هنا حبيت اجيب علاقه ما بين اللينث والاريا بحيث ان انا في الخطوات هنا عندي جبت علاقه ما بين الريزيستنس واللينث بس على اساس ان هو مش مديني اريا. ناخد بقى اخر بروبلم في الفيديو ده، ركزوا معايا انا بس بطول في الشرح علشان تفهم. تمام؟ فيا ريت ما نسالش. لو انت مثلا عايز تعمل اي حاجه ممكن تعمل بوز للفيديو وترجع له في وقت تاني. اخر بروبلم دي بقى سهله جدا. هنا عايز كومباريزون ما بين الريزستيفيتي زي ما نشوف. تعال نقرا البروبلم كده واحده واحده ونشوف هنحلها ازاي. طبعا انا يعني هنا في الكتاب الخارجي جايب لك قبلها رول برده معين والكلام ده كله. الرول ده برده انت مش مطالب تحفظه، برده هو جاي من الرول الاصلي اللي احنا كنا لسه قايلين عليه اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ار ايكوال رو اي ال اوفر اي. هنشوف الكلام ده ازاي. طيب هنا بيقول لي تو وايرز، تعال نرسمه كده سلكين اهو، سلك اهو وسلك اهو. بيقول لي of the same resistance يعني R1 بيساوي R2 هم الريزيستنس واحد. But of different materials طالما ان هم من materials مختلفة فأكيد الدنسيتي بتاعتهم هتبقى مختلفة والريزستيفيتي بتاعتهم تبقى مختلفه، فالرؤيه دي هتبقى مختلفه في الاثنين. طيب length of the first is 3 times that of the second يعني ايه اللي هو ده؟ انا يمكن رسمته ايه غلط، المفروض ده اطول. ماشي ما علينا، ده اطول وده اقصر. ماشي the length of the first is 3 times يبقى ايه؟ قد الثاني 3 مرات. And the radius، طب ايه علاقة radius؟ ما انا هتكلم على الاريا عادي، ما كده كده الاريا ايه؟ واي ار سكوير، فما تشغلش بالك. بيقول لك الريديوس بتاع الفيرست ار 1 ايكوال ايه؟ 1 ثيرد ذات اوف ذا سكند، يبقى الريديوس اللي هو الار ده يعني الكلمة دي كده تعالى نكبرها شوية دي، الريديوس ده بتاع الأولين تلت الايه؟ الريديوس بتاع التاني. طبعا عشان اسهل عليا الدنيا في الحسابات، طب ما انا ممكن اقول الثاني قد ده ثلاث مرات، يعني اكمل ال 3 راحت ناحيه ثانيه بالمالتيبلاي، يبقى ممكن اقول ايه؟ ان 3 ار 1 ايكوال ايه؟ ار 2، اكن دي راحت الناحيه الثانيه بالمالتيبلاي، او اكنك هنا عملت مالتيبلاي 3 وهنا ايه؟ مالتيبلاي 3، دي راحت مع دي، فدي هنا ار 2، ده 3 تايمز ار 1 يبقى ايه؟ 3 ار 1 ايكوال ار 2، اسهل لي عشان وانا بحب. طيب
هنا بقى عايز ايه؟ بيقول لي كالكوليت ذا ريشيو بتوين ذا ريزستيفيتيز اوف ذا تو وايرز. يعني عايز بمنتهى البساطه كده العلاقه ما بين رو اي 1 اوفر رو اي 2. خلي بالك هو كده كده حدد لي قال لي اوف ديفرنت ماتيريالز، يبقى انا ماشي صح. طيب هو الرو اي لوحدها ايكوال ايه؟ يعني انت لو تيجي تعمل كده دي بالديفايد روح بالمالتيبلاي، دي بالديفايد سوري دي بالمالتيبلاي روح بالديفايد. لو عايز الرو اي لوحدها يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال ار اي اوفر ان، صح؟ فلو رو اي 1 تبقى ار 1 اي 1 او اي اوفر ان 1، ورو اي 2 تبقى ايكوال ايه؟ ار 2 اي 2 اوفر ال 2. طيب تعالى بقى نعمل الكلام ده نبسطه كده، يبقى رو اي 1 يبقى ار 1 اي 1 اوفر ال 1، ده قلنا ديفايد ده كله فراكشن ديفايد فراكشن ايه؟ كيب مالتبلاي في الكيب اللي فوق مالتبلاي اللي تحت، مالتبلاي ايه؟ مالتبلاي فليب، فليب اللي تحت تقلب بقى، يبقى ال 2 ديفايد تقلب بقى، يبقى دي كانت فوق تنزل تحت يبقى ار 2 اي 2. طب انت خدت بالك هنا من حاجه؟ اه ايه هي؟ قال لك اوف ذا سيم، فين دي؟ اوف ذا سيم ريزيستنس، يعني ريزيستنس دي بتساوي ريزيستنس ايه؟ راحوا مع بعض. يبقى العلاقه اللي هشتغل بيها رو اي 1 اوفر رو اي 2 ايكوالز اي 1 ال 2 اي 1 ال 2 ديفايد ال 1 اي 2. طيب هنا مش جايب لي كوست سكشن، انا جايب لي ار، فعادي مفيش مشكله. ممكن اخليهم بس يجي جنب بعض مثلا ايه، يبقى دي ال 2 خلي بس ايه؟ خلي ال اللي لف فوق بعض، يبقى دي ايه؟ ال 2 وهنا ايه؟ اي 1. طب ما انت كده كده قايل لي ان الاي ايكوال ايه؟ باي ار سكوير. طيب يبقى اي 1 ايكوال ايه؟ باي ار 1 سكوير، و اي 2 باي ار 2 سكوير. تمام؟ يبقى انا ماشي صح؟ مفيش مشكله. الباي هيروح مع الباي، يبقى دي راحت مع دي. يبقى انت كده وصلت للشكل النهائي بتاع المساله بتاعك. هو عايز كده كده ريشي ماشي. ال2 بكام؟ والله انت ممكن ال2 تنزل زي ما هي، تنزل كده ال2 زي ما هي. ال1 هي اللي ممكن تشيلها وتحط مكانها 3 ال2، يبقى 3 ال2. طيب ار1 بكام؟ هو هنا مش فاكر لما عدلت لك الايه الفكره دي، ممكن تنزل ار1 وار2 تنزل ايه؟ او ممكن تنزل انت ار2 وتنزل ار1 بدل ايه؟ بسيلد ار2. بس الاسهل انا عملتها لك كده، ان الار2 قد ايه؟ ار1 ثلاث مرات. فتعمل ايه؟ ار1 تنزل زي ما هي، يبقى ار1 باور 2، وبدل ار2 دي هتكتب مكانها ايه؟ مش انت عندك ار2 بيساوي 3 ار1، يبقى تشيل ار2 تكتب مكانها ايه؟ 3 ار1، بس كل ده ايه؟ كل ده اول باور. طيب تعالى نفك بقى الكلام ده، تعالى نفك الكلام ده هنا. يبقى رو اي 1 اوفر رو اي 2 ايكوالز ال 2 تايمز ار 1 باور 2 ديفايد 3 ال 2 تايمز 3 باور 2 بكام؟ ب 9. ار 1 باور 2 بكام؟ ب ار 1 باور 2. ار 1 باور 2 هتروح مع ار 1 باور 2، ال 2 هتروح مع ال 2، اتبقى عندي مين؟ اتبقى عندي هنا فوق 1 3 3 في 9 بكام؟ ب 27. يبقى رو اي 1 اوفر رو اي 2 ايكوال ايه؟ 1 اوفر 27. معلش طولت عليكم في الشرح شويه، بس ده لمصلحتكم علشان تفهم كل خطوه جت منين. يا ريت تعمل شير للفيديو، يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك كدعم للقناه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.